هلا حنروح لمساحتنا الطبية، ونحن بعدنا عم نعيش تداعيات كارثة الزلزال. بعد نحن هلا اليوم خلينا نقول بمرحلة التعافي، وبلشنا هيك نلملم جروحنا ونضمدها، ان كان بعمليات الاعمار وان كان بتوزيع الاعانات لكل اهالينا المتضررين، ولكن اليوم القصة نفسيا ابدا ما أنا سهلة، وبحاجة لوقت كثير كبير لتقطع من حياة الناس. في ناس كثير هايدي بعد الزلزال ضلت عم بتعيش الحالة، في اشخاص انا بعرفهم بيقولوا لي انا قاعد بحس حالي عم بهز، يعني اكيد هو يعني ما في شيء نفسي يعني. صحيح صحيح، يعني بعد كارثة الزلزال اللي صارت بست شباط صار في نتائج كثير سلبية، منها مثل ما ذكرتي كثير من الناس صار يحسوا بدوران او دوخه، استمر هذا الشيء طبعا لعده ايام او اسابيع، وحتى لحد هي اللحظه مع استمرار الهزات الارتداديه الناس لسه عم بتحس بشويه دوخه بشويه دوران، عم تحس جسمها ما عاد عم يحملها، رجليها عم يجعوها، يعني كثير من العوارض يلي سمعنا عنها يا رشا ممكن أكيد. تكون حاله وهميه بسبب الحاله النفسيه يلي عاشوها الكثير بسبب الخوف بسبب القلق، وممكن نقول انه ممكن تكون هي حاله مرضيه. رح نتعرف اكثر اليوم مشاهدينا عن متلازمه الادوار بعد الزلزال، شو هي الاعراض، شو هي الاسباب وطرق العلاج، كل هي التفاصيل معنا ضيفتنا بالاستوديو الصيدلانيه ريش رشا الموسى. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، صباح الاخباريه السوريه. صباح الخير رشا، يسعد صباحك، اشتقنا لك. نحن اشتقنا لك كثير. يا هلا. اليوم عم نحكي عن كارثه يعني عشناها بكل خلينا نقول تداعياتها، ونحن من الناس اللي كنا بعيدين خلينا نقول عن ارض الحدث، ولكن عشنا الهزه وعشنا التداعيات النفسيه وفيما بعد الفوبيا اللي صارت بالرعب والناس تطلع من بيوتها، كلنا عشناها، ولكن في ناس قطعت وناس لسه بعدها عم بتعيش هي الازمه. وقت بنقول فوبيا الزلزال، او انا اليوم عم بحس حالي عم بهتز، او انا خايف اني اوقع، هذا الشيء شو معناته بعلم النفس؟ صح، لا هذا تماما. هلا بعد ما صار عندنا كارثه الزلزال، طبعا الله يرحم كل ضحايا الزلزال، صار في اشخاص عندهم فوبيا الزلزال او متلازمه دوار ما بعد الزلزال. طبعا هدول الاشخاص شو سبب هي ليش اشخاص انصابت وليش اشخاص قطعت على خير مثل ما قلتي؟ هون صار عندهم اختلال بمركز التوازن موجود بالجسم، هو اسمه الجسم الدهليزي، موجود عندنا بالاذن الداخليه. لما صار عندنا اختلال فيه صار عندنا عدم تطابق هذا الجسم الدهليزي مع الاشارات الحسيه او الاعصاب الحسيه الموجوده بالقدمين والعينين. لهيك في اشخاص مثل ما قلتوا انه بيصيروا بحسوا بهزات ارتداديه، بيصيروا بحسوا انه مثلا في شغلات عم تتحرك، مع انه هو ما بيكون في هزات، ما في شيء بيكون تماما، فهو سببه اختلال مركز التوازن بالجسم. وفي اشخاص عندهم يعني هلا في عوامل بتزيد كمان انه هي شو هن، ليش في اشخاص ايه وليش اشخاص لا، غير انه صار في عندهم اختلال. في عندنا مثلا العمر، الاشخاص اللي اعمارهم من 25 ل 40 سنه هن اكثر عرضه للاصابه. ليش؟ هيك يعني دراسيا اليوم تماما، دراسيا تماما، لانه في تمام بهذا العمر، وكمان الاناث. صحيح، نسمع انه النساء اكثر تعرض وكبار السن. تماما، دراسات قالت انه الاناث بتنصاب اكثر من الذكور. طبيعي يعني اليوم هرموناتها يعني هي من القطة بتخافها، كيف يوم عم نحكي بكارثة يعني. صح، فوبيا كثير قوية بتحكي كل ليلة. كمان الأشخاص يلي بالأساس عندهم طنين بالإذن أو دوار سابق مسبقا، الأشخاص يلي موجودة كمان ضمن أماكن مغلقة، الأشخاص يلي عايشين بطوابق عليا، هدول يلي تأذوا أكثر من الأشخاص العاديين. طيب ليش الأطفال بيكونوا أقل تأثر بهي الحالة؟ هلا حسب الدراسات الطفل معنه مستدرك، يعني سمعنا كثير دراسات إنه الأطفال أقل من الكبار السن. تماما، لأنه الأطفال لسه ما عم يدركوا مخاطر الزلزال، ما عم يدركوا، بحسوا إنه إيه هزة عادية ما حسينا فيها، ما بيتابعوا أخبار، مو مثل الكبار بيضل عندهم وهم أو خوف على الأطفال إذا راحوا أو ما رجعوا، بيضلوا طفل ما عنده ادراك كافي. رشا، ودراسيا يعني نحن بنقول دائما الطفل اصلا ما بيعرف شو يعني خوف. تماما، يعني بالفطره بيخلق ما عنده شيء اسمه خوف، نحن بصير القصه مكتسبه فيما بعد، ممكن يخاف بعمر صغير من الاماكن العاليه او انه يسمع صوت عالي، ولكن انه يعرف زلزال ويخاف اكيد لا، هذا الشيء كله مكتسب. اليوم وقت عم نحكي عن شخص عنده هي المتلازمه اكيد حيرافقه اعراض، نقدر من خلالها نحن نعرف اذا هذا الشخص بعده عم بيعيش ضمن هي المتلازمه او لا. اليوم شو هي اهم الاعراض اللي بترافق الشخص؟ هلا بيصير في عنا اهم عرض هو تأرجح وهمي بالجسم، يعني بحس حاله الشخص عم يروح يمين ويسار بس هو بالواقع هو واقف او مثلا ما في شيء. طبعا هي بتتكرر عده مرات باليوم ومدتها اقل من دقيقه، هذا العرض بيكون اقل من دقيقه بس متكرر كذا مره. بيصير في عنده خفه بالراس وصداع، بيصير في عندهم غثيان واقياء،
بصير في عندهم اضطرابات بالنوم وقلق، مشاكل بولية مثل كثرة التبول وكثرة التعرق. ما في كثير عالم حتى سدت قابليتها عن الاكل صحيح من كثر الغثيان والاقياء كثرة التبول. تمام، يعني بالبدايه مثل ما ذكرنا قلنا ممكن تكون هي حاله وهميه يشعر فيها بعض الناس، لكن ايمت بنقول انه صارت القصه حاله مرضيه؟ يعني الاعراض يلي ذكرتيها حضرتك هل هي كافيه لنحكم انه في هون مرض بالموضوع؟ تماما، هلا هون حسب مده استمرار الاعراض. هلا مثلا في عالم يوم او يومين هي مثلا بنقول لهم انه لا هي اعراض وهميه، بس اذا استمرت لاشهر هون نحن بدنا نضطر ندخل للعلاج الدوائي. فينا نعطي هون مضادات اقياء، فينا نعطي مضادات هيستامين مثل بيتا هيستين. اذا كثير تطورت لمشاكل نفسيه هون بدنا نروح لعند طبيب نفسي مشان يوصف لنا مضادات القلق والاكتئاب. طيب رشا، نحن قبل ما نروح للمضادات والاقياء ونروح للطبيب النفسي، يعني اليوم طبيا وبعلم النفس انه نحن بعد 3 شهور من الكارثه اي شخص عم بيعيش نفس الحاله فهو اليوم بحاجه لطبيب نفسي ووقع تحت الاضطرابات النفسيه. فاليوم كخطه علاج، هل اليوم خلينا نقول الادويه والطب بيدخل بخطه العلاج قبل التشخيص النفسي؟ هلا لك مثل ما قلت لك مضادات هي الاقياء وكذا، هي مثل ما بنقول لك هي بالفتره الاولانيه الاسابيع. هلا في عندنا مثلا معالجه فيزيائيه بنقلها انه مثلا ممارسه نشاط بدني، مثلا رياضه بيحبها هذا الشخص او استرخي. اكثر شيء تمام استرخاء، مثلا في مثلا المشي بالهواء الطلق بالحدائق، في علاج فيزيائي، في علاج دوائي مثل ما قلت لك اللي هو مضادات الهستامين او مضادات الاكتئاب. يعني في كذا خطه علاج بس حسب هون المده وحسب الشخص قديش عم يهلوس بالقصه. يعني مثلا في عالم بتقول لك انه انا بس حسيت بهزه، انا بس حسيت، في عالم بتقول لك لا انه انا ما عم اقدر انام انا كثير خايف، هون بدنا نضطر اجباري للعلاج الدوائي. تمام، بالنسبه للاشخاص يلي كان عندهم دوار دهليزي قبل كارثه الزلزال، يمكن مع الكارثه تازمت حالتهم زادت، كيف نقدر نتعامل مع هدول الفئه من الناس؟ هلا تمام، هو بالاساس هون عنده اختلال بالجسم الدهليزي تمام، فكمان على الهزه صار في اختلال بالجسم، سبحان الله جسم الانسان كمان فيه مركز توازن، فلهيك اختل عنده زياده، فهون اجباري علاج دوائي نعطي. طيب رشا، اليوم من خلال عملك اكيد اليوم حضرتك كصيدلانيه كنت متواجده بعملك، كلياتنا كنا موجودين ضمن عملنا وعم نقدم الشيء نحن ضمن المتاح، خلينا نقول يعني خلينا نحكي عن اهم الحالات. هل حسيتي انه كان في بهي الفتره اللي قطعت في كارثه الزلزال صارت تجي حالات بدون مهدئات بدون منومات بدون اي وصفه طبيه؟ هلا حاليا كونه هون ضمن الشام ما اضطرينا كثير لمهدئات او مضادات قلق واكتئاب، بس يعني قضيناها مضادات هيستامين، الادويه اللي بتكون بدون وصفه طبيه مثل مضادات الهيستامين ومضادات الاقياء. خلينا بس نفسر شو يعني مضادات الهيستامين كرمال كل حدا عم يشوفنا. تماما، مثل البيتا هيستين هي بتاثر على مركز التوازن فبتوقف يعني مثل بترجع كل شيء بمحله. هاي بياخذها مؤقت اليوم الشخص طبعا مرتين باليوم لحتى تروح الاعراض، يعني لازم لاستشاره طبيه هذا الموضوع؟ لا هذا الموضوع ما بده، هاي بس عند الصيدلاني. اما اللي بده استشاره طبيه هو مضادات القلق ومضادات الاكتئاب، هون انا كصيدلانيه ما فيني واحد يجي بعطي مضاد قلق او مضاد اكتئاب. لا هون حسب الدكتور شو بيوصف له قديش العيار، حسب حالته، حسب انه زمره دوائيه بده. اكيد يعني بنسمع دائما انه لجانب الدوار اللي بيجي بعد الزلزال عم بيكون في طنين بالاذن، هل هذا الطنين على طول رح يكون مترافق مع الدوار او ممكن يكون منفصل؟ يعني طنين لحاله وممكن دوران لحاله؟ لا الطنين لحال والدوران لحال، يعني اول شيء الواحد بيحس بالدوار بعدين بس يقعد شوي بحس انه مثل انه عم في حال حس بالحالتين مع بعض، شو بيكون السبب؟ كمان كمان ممكن يكون مع بعض، بس هو اكثر شيء انه بحس اول شيء بالدوار بعدين بحس بالطنين. الطنين اكثر شيء بحس فيه وهو قاعد، يعني ما هو الدوار بحس فيه لما يقوم بحس حاله انه الدنيا فتلت فيني. صحيح، حتى احيانا هذا الشيء بياثر على صحه الجسم، بنشوف اشخاص كثير صار معهم مرض الضغط فجاه يعني بسبب الكارثه، صار ضغطهم يطلع وينزل، يقول لك انا بس اقوم بدوخ بدي شوي لاقدر اتوازن. يعني كمان اليوم الامراض اللي عند الشخص تتعلق بهي القصه، ان كان بالسكري ان كان بالضغط، يعني في تاثير سلبي مع المتلازم. يعني اليوم بدأت تجتمع المنازمة، داء السكر داء الضغط، فاليوم الوضع بحاجة لمراقبة. اليوم إذا هذا الشخص عنده قصص صحية سابقة، يعني شو ممكن خلينا نقول السقف اللي ممكن يصلوا بالسلبيات بهي المتلازمة؟ تمام، هلأ أكثر شيء اللي عندهم مرضى ضغط هو عم يزيد عندهم ارتفاع الضغط، ما عم يقل، عم يرتفع عندهم الضغط بشكل أكبر، هو بيضل على أدويته بس بيراجع الدكتور تبعه. يعني كل مريض قلت لك هو حالة، فهلا هو مثلا حسب شو عم ياخذ دواء ضغط بيراجع الطبيب انه انا عم يزيد عندي
هل ممكن اني انا ازيد عيار الدواء او لا؟ هون كل مريض بده يرجع لطبيبه. تمام، بما انك صيدلانيه، شو الادويه اللي عم بيزيد الطلب عليها الفتره؟ عم بيكون في زياده طلب على المهدئات، على المضادات الاكتئاب؟ اكثر شيء هلا مضادات الاكتئاب مثل ما قلت لك، نحن قد ما زاد عليها الطلب ما بنعطيها بدون وصفه طبيه، والدكتور كمان ما بيعطيها الا للحاله الاضطراريه بس. الادويه اللي عم تكون عليها طلب زياده هي مثل ما قلت لك مضادات الهستامين ومضادات الاقياء. اكيد بدنا رشا، بدنا نتشكر حضورك لليوم ونتمنى الصحه والسلامه لكل الاشخاص، لارواحنا ولانفسنا يعني ولكل اهالينا بالمناطق المتضرره. يعطيكم الف عافيه. اليوم الكادر الطبي كان عليه ضغط كثير كبير، كان منكم او كان من الاطباء والممرضين بالمشافي. اهلا وسهلا رشا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، يومك حلو. يعطيكم الف عافيه، والف عافيه للاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيكي، نورتينا.